خليني اعزب جنة مرتبط ان شاء الله يا سيدي. مبروك عليك العرس والعرس وتيك برشا راهو، ونسلموا على المدام برشا برشا. ضيفي وضيفكم اليوم في تكسيري لي خونا وصديقنا نادر قيرات. مرحبا. السلام عليكم بك دكتور عائشة، تحيه لكل مستمعين وكل زفاف، وميرسي على الاستضافه هذه. مش اول مره معايا في كنوز. لا مش اول مره، ديما معاك. ديما معايا، ديما معايا. اما اول مره في تقربيعه، معناها اول مره نحسن في تقربيعه من تقربيعاتي، خاطر ما حصلتش في مراكاج انت. اما تاكسي لي هاني حصلتك. اي حاجه هايله دي فرون تاكسي، حلوه معناها الفكره اللي عملتوها. باهي، انا فرحانه بيك اليوم برشا برشا، اللي انت بحذايا. نحب نتعرف عليك كطريقه التعارف التافهه، خاطر نعرف عليك تلمو كل شيء، ثم برشا حاجات تافهه وليت ما نعرفهمش عليك معناها. مرحبا، اسالني. ديما نحاول نبدل شويه في الانترفيو بتاعي. باهي، توا ما قلتليش شنو هي اكلتك المفضله معناها. والله اكلتي المفضله شنو ناكل؟ مرقه الملح. اي بالدجاجه. لا بالحمة. بالحمة؟ ايه. بالحمة فروم كعبر؟ اي بالضبط. بنينة هذيك. بلدية على الآخر هذيك. اي. تعملها الوالدة؟ والدة تعملها. بيه. ومدام شنو أكثر حاجة تعرف طيبها؟ والله مرت طيب بلدية بلدية. اي سي بيان. طبق تمالح تعرف طيبها. سي بيان. شنو العيب اللي فيك بخلاف أنه أنت بتعرفش تغني بالعربي بالطبيعة؟ يا عربي لا تغني، نغني العربي مش عربي. شكي باشا. والله العيب، عاش العيب اللي فيها. لايب اللي فيها، لايب اللي فيها، يمكن جدي برشا ساعات أكثر من اللازم. الفترة هذيك ما حبيتش تعمل حتى تصريح إعلاني، ما حبيتش تظهر في التلفاز. تو افي اونت معناها من الخدمة هذيك، ما حبيتش تحكي عليها الحقيقة. ولا بصراحة جوني برشا، معناها ككل ممثل مثل في رمضان، جوه معناها دي دوموند عندي غاديو تلفاز، أنا ما مشيتش. أنا قلت شوف نحكي، معناها قلت المسلسل معناها بون. حشمت شوية ما تحكي علي. هي مش حشمة هي دوماج، معناها دوماج حتى كي تقارنها بمسلسلات خرجت في رمضان. معناها نشحت بصراحة، نشحت. والمسلسل مسلسل معناها في مسلسلات معناها تعديو في رمضان، حتى معناها التصوير قعد شهرين وخرجوا ريزلتا مزيان، احنا قعدنا يمكن 7 شهور 8 شهور وما خرجش شيء. فهمت؟ ولا اسمعني، أنا باش نقول لك تو، نقول للعباد الكل تسمع فيها، أنا راني مش ممثل. أنا راني على باز قاري موزيكا أنا قاري موسيقى، أنا قاري كونسيرفاتوار، وشوية ميوزيسيان، شوية شانتور، لحن، وزع، معناها هذاك الدومين تاعي. حكاية التمثيل راهي على جو، معناها جاوني هكا دي بروبوزيسيون، كي تعجبني الحكاية نجرب، قاعد نجرب، نلعب بيتو نلعب. أي أسئلة الطفولة تو باش نبداو بيهم، كنت تسرق اللوز من دار الجيران قبل وأنت صغيرة؟ سرقت. احكي لي الحكاية. والله مش حكاية، ما عرفت حومتي، معناها نهبط نكور ونكمل التكويرة قبل المغرب. هذيك هي واحد يقترحها برا، فما شوجة لوز ولا شوجة بوصاع. ايه نقزوا معناها. شريت سبادغي ويكاند بالضو كيما التوانسة الكل هذوكم اللي يشعلوا؟ ايه شريت. ايه بابا شرولي. بابا وقتها بابا ما يسافر برشا خاطر بابا تاجر. ايه دونك كان كل ديما كي يسافر يجيب لي معناها حاجة، وكان جاب لي مرة سبادغي ويكاند. مش ويكاند، عجب لي حاجة أخرى، أما بالضو. بالضو. ويكاند مذرح هو كان نتاع مش نتاع معناتها ناس غنية نتاع الفقرة. أنا والله نعرفش، أنا نتذكر نسيت ويكاند. أما فما معناتها فما سو مارك. لا أما. بالضو فما مارك باهي بالضو. أما أنا شريت ليش؟ حتى أنا شريت سبيدة في المروحية. كنا شرينا سبيدة. هبطت بلاد عرب مع أمي وليلة العيد وذاك الموجود شرينا ذاك. كنت كاري واحد جوا رفامل كاري ابارتمون مبلي هذه عزيلو ماذا جاي ترى؟ تران التران توريستيك اللي يمشي بحال يجي ما يخليكش ترقد. ما يخلينيش. ما يخليكش ترقد. وفيت تسرح علي سرحه يا ريتك يا نادر قداش مره تحضرك. اي ليلة وفيت سارح اسمع فيها. على ذكر الغناية التونسي وذكر الميتيساج، دونك انا اليوم عجبني عنوان الجروب بتاعك اللي رجعت بيه على الاخر.
اسمه إيرغازم. إيرغازم يعني هو سي لورغازم في الشيخة معناها. لورغازم ميوزيكال. لورغازم ميوزيكال. علاش إيرغازم؟ والله هو احنا كنا نلوجوا على اسم جروب قاعد نلوجوا من الاول اقترحوا لنا اسم جروب معناها عادينك اللي حديث معناها واخديناه فهمت وبعد واحد هكا واحد يشرى انترنت جات فكره ايرغازم قلت له نعمل ايرغازم كيما قبل جي بروبوزي لو جروب اوكسيمور انت بصراحه باش نرجع لك توا سؤال المراهقه كنت تفسكي في الامتحان خاطرك نقال من طلعت بحذايا انت تقرا في ليزانترفيو نتاعك لو جات والله مش قاعد نقرا نسرح مش قاعد نقرا والله ما مفسكيش ما فسكيت مغروم بالمجلات الثقافيه نتاع هذاك قبلك الثقافيه بين ظفري نتاع صغار ما انا عارفين و عاد جوز لهم قلنا احنا كيما على الادوليسونس كان مجلات ثقافيه اللي فيهم الصور الثقافيه هو اسمعني يكذب عليك مش طفل ما تفرجش على المجلات الثقافيه ايه ما كنتش مغروم طلبت خطوط ورديه في الدار بالسرقه كاليلينيو روز هكا قبل طلبت مره طلبت ايه طلبت ما نسيت ما انا شو صار نسيت شو صار هذاك الباج جون با لا لا ليليني غوز شو هي غوز ما تعرفوش صدق ولا يتبهيت علقت مره ترونترو فهمت توا ما طلبتش مره لا ما طلبتش ما طلبتش بيك تضحك فهمت بعد سي بون نكتفي بهذا القدر من الاسئله شو بعد المزيكا عجبت في الجو هنا في النقاشي خاطر المحلات يحبوا ديما طالعه هذيك طالعه هذا يقول لك فيك ورقه ديال العباد على خاطر مخهم الموسيقى الباهيه هذيك ما تعرفش هذيك الاشكاليتي نتاع الغناء هذه ما تعرفش ما ادريش لا ولا غني حاجه هكا تبدا سموث سموث يا سموث ميوزك قلت لي عندك زوز غنيات جدد ما خرجوش احكي لي شنو البرودوي هذا عندي غنيتين عندي غنيه اسمها انسان غريب أني كتبه ملحن ودول هبطت كيف كيف غريب معناه إكسترافاغان ولا إترانجي و... إنسان غريب هو إنسان غريب غريب معناه سترينجر أي سترينجر فوالا وغنية أخرى اسمها ديني دارت بيا كيف كيف أني كتبه ملحن قبل ما تعرس بأن كنت حضرتها زوز بقى والله زوز قبل بطاقة المهنية أنا يعيشك يعيشك عنا بطاقة المهنية تاكسي 1450 قال لي يا ريم شنطابك بالبطاقة المهنية نورمال انا اخذها من عندكم انتوما انا هكا ولا ايه؟ يا ودي نحن منورين كم تاكسيكم يا عيشك انا منوره بكم انتوما تقولوا لي ثنايا منين شو اسمه الرامبوان هذايا؟ هذايا لا رامبوان الموزايك رامبوان الموزايك يعطيك الصحة يا معلم انا راني شفتني قداش تاكسي فاشل تاكسي فاشل كان مش انت قلت لي شنو اسم الرامبوان ما نعرفوش نحن بكم انتوما بيه يا عيشك يا عيشك يا عيشك ربي يفضلك يا عيشك ربي يخليك يخليك سون سامبا لي جون اي مي سون سامبا هذايا باش نعمل لك ان تيست خاطر لازمك تيكوش باش تعرف نسبة طيبة قلبك توا باش نشوفك انج ولا معناتها ديابل معناها اذا كانك انت نسبة معناها طيبة قلبك معناتها كبيرة ولا لا لو صادف انه انت لا قدر الله معناها عملت عركة بينك وبين واحد من الاصدقاء فهل انه انت تسامح واحد مباشرة وكأن شيئا لم يكن والا ما تسامحوش وتطلب منه تفسير واضح لما فعل او قال سيدي بون شنو هي العركة معناها؟ اماني جينيرال نسامح جينيرالمون نسامح حاجة جراف لازم لازم معناها تسامح وحتى كان تاخذ شوية وقت ما اسونسيلمون تسامح اي سامح سامح نعملوا واحد دونك علامة قدام واحد كيف؟ قال لك ركبت في إحدى وسائل النقل العام وفجأة توقفت الحافلة وإلا بامبورت لتركبها فتاة ولم يكن لها مكان لتجلس فهل تقف وتعطيها مكانك لتجلس امبوسيبل صدقني نحطوا ميداية في النار كان في تونس يقفلوا ويعطيوها بلاصة اني والا لا تعطيها مكانك فانت متعب بعد عمل يوم طويل لحقيقة اسمعي اسمعي لحقيقة ها وجاوبك كان مرا كبيرة ولا مرا حبلة اما طفلة صغيرة قد شو تخلع معناها في الوقت انت جول اجابتك نعم دونك عندنا اجابة اثنين ثلاثة نعم نسبة طيبة قلبك هي 81% عندك 8% شر مش برشا اي لازم شويه شر لازم شويه شر فوالا ميرسي ا توا انفينيمون مو تو سويف ليسبري ديكيب ام مو تفان لي كنتي تاكسي غني جوست نقول للمستمعين جوست نفورمي ان جروب سو فيسبوك اسمه ايرغازم ايناد الجيرات انا تلقاو فيه لي سواري نتاعنا كل شيء بارتو سينو ميرسي ريما على الاستضافه هذه والحكايه الحلوين وعلى ديك كل تاع كروز اف ام اللي قدام الكاميرا ورا كاميرا ورا الكونسول ورا الكونسول وتحيه لكل مستمعين كروز اف ام هذا البرنامج برعايه قاعات زيني فيلم للافراح